فعلى بركة الله. اي 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 عش بغيت نعود هذا القصة قلبي والله العلي العظيم القلب ديالي تقبط. انا قبل كل لايف تنحاول نقاد الماتريال الصوت تنقاد الضوء اللي تتشوفو تنقاد الكاميرا تنقاد كل شيء عاد تندير. شعلت الواتساب باش ناخد الارقام لانني انا نورمال ما تنسمعش القصص حتى تنسمعهم بحالي بحالكم. انا راه ما تنعرفش شنو كل اللي تيدوز معايا ولا القصه شنو فيها ولا شي حاجه. مجرد اللي زدمي تيقولوا لنا القصه الاولى راه غتكون صعيبه القصه الثانيه راها قاصحه شويه دوز الاولى هذه. المهم انا بحال بحالكم ما تنعرفش شنو كاين في القصص حتى تنسمعهم بحالي بحالكم. بغيت شعلت الواتساب تريتيت 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 تمونات القصه امانه عليكم سمعوها هي راه معكم في اللايف. قالت لكم ما بغيت فلوس ما بغيت ديور ما بغيت والو مجرد سمعني غير سمعني وحس بيا وعلا عندك شي دعوه دعي معايا ديال الخير راه الراس ديالي وقف. المهم تنشوف ابيل مور ابيل ابيل مور ابيل صيفط اوديو قلت لها عافاك الا بغيتي تعاود القصه ديالك صيفطي كالعاده صيفطي ميساج في لاباج فيسبوك وراه غيجاوبوك ان شاء الله لي زادمين وغادي يقولك فوقاش دوزي. خويا ما بغيت لا نطلع في لايف لا والو انا بغيت كي تهضر معايا راه الا ما هضرتيش معايا غنطرطق راه غتوقع فيا شي حاجه. قلت لها شوفي طلعي واخا نقدر الا ما دازش شي واحد اليوم في الحلقه نطلعك مرحبا على الراس والعين. قلت لي والله ما نقدر ما نقدرش نطلع وما نقدرش نتسنى. قلت لها اختي راه ما بقى لي والو الله يرحم الوالدين عافاك انا مزوقه فيك امي ما ديها لك عرفت بان ربي اللي عالم بها. مهم بأن الله اللي عالم بها وبلي بلي مقصحة بالجعب. قلت ما فيها بس المجرد أنك تسمع الواحد مهموم فهذا أجر بحد ذاته. هي هذيك قلت أختي مالك آي 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 عرفتي شنو هي أخيب حاجة في الدنيا عشان يا أخي بحاجة هي نهار تقصح تقصح من واحد قريب لك بزاف. والله أخي بحاجة ممكن البراني تدوزها ولكن اللي قريب لك فوق ما تشوف وجهه صعيب تدوزها. فما عليناش مالك خويا أنا كنت صغيرة كبرت بلا با وما عرفاش شكون هو كنت عايشه مع امي. ملي بديت نفهم شويه تلقى امي ديما تيجيو عندها رجال ولكن راه ما تنفهمش وما فاهمه والو. ديما هي داخله معاهم البيت هي سكرانه ريحه الكارو انا ديما داخله واحد البيت. المهم في نفس الوقت خويا بدر انا يمكن ما فاهمه والو ولكن حاسه بان داك الشيء غلط حاسه بان داك الشيء فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. كبرت شويه وصلت تقريبا ديك 13 14 عام اخويا بدر وتخايل واحد اللي تيعاود لك ماشي كما تنعاود لكم انا. تخايلوا كيفاش نسمعها مع كل كلمه تطيح معها دمعه والله العلي العظيم. عرفتي مع كل كلمه تقولها وداك اللي مقصحها مسكينه عرفتي خصوصا النهايه الاخوان سمعوا هاد القصة تالاخر راه فغيمو كاينين شي ناس معانا راه ما بقى والو القيامة تقوم علامة الساعة ما بقى لهم والو الاخوان والله العلي العظيم والله العلي العظيم راه كاين شي مرات تنشد في راسي بحالك تنقول راه بزاف راه ما يمكنش ولا اني فاش تيصيفطوا لك الدالي تقول ما عندي ما ندير. فما عليناش قلت لك كمل ديك 13 14 عام مولات القصه راه كاينه في اللايف وتنتمنى الا بغات تعاود انا نعاودها بغات تطلع في اللايف الا بغات تعاود تطلع في اللايف مرحبا تعاوديها والله مرحبا. هي رفضات انا نطلع ولكن تنتمنى كون طلعت حتى هي. قلت لي اخويا بدر كملت 13 عام بديت نفهم. تخيل تنشوف امي عريانه في الدار وكل مره جايبه معها راجل وكل مره واحد وكل مره. مهم انا ما حملهاش داك الشيء. واحد المره غتجي عندي ماما هاجي جلسي معانا. قلت لها لا ماما وكذا لا هاجي جلسي
كاينين جوج ديال الرجال، واحد تيعنق فيها واحد تيبقي يقيسني تتقولي ولا لا عادي راكي بحال عمك هذاك، عنق عمك عنق عمك. انا ما باغاش ما باغاش داك السيد، ما حامله لي ما حامله تشعره منه. واحد شويه تمشي للبيت وتقولي تبعيني، مشيت اجبد لي اخويا واحد الملابس داخليه تقول لي كنلبسيهم. قلت لها علاش؟ قلت لي غير لبسيهم لبسهم، هادي راه عندها 13 14 عام مسكينه. أي اختي من بعد قلت لي لبس دوك الحويجات، شويه تيدخل عندي هذاك اللي قال سيتي يقول لي عمي ما تعمي. ها اختي من بعد قلت لي يا خويا بادر بداتي راكم فهمتوا، هو يعنقني من هنا تنحاول نهرب منه نهرب منه نهرب منه. شويه منين بديت نغوت جات ماما قالت لي اقسم بالله وما ديري داكشي اللي تيقول لك عمك، والله تنوريك والله تنفعل لك ونترك لك والله تنخرجك مع الباب اللي قال لك ديريها. ويضربني بواحد تصرفيق اخويا بادر، واش نكذب عليك؟ ما عارفاش انا شنو واقع. غادي يحيد لي حوايجي. السلام عليكم، بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا، الا وانت من الاوفياء ديال هذا البرنامج هذا ومتاكد بان هذا البرنامج هذا تيعجبك. وبالنسبه للناس اللي جداد ويلا غيكتشفوا هذا البرنامج هذا، ما تنساوش انكم ديروا جيم وشي كومونتير وتخليوا لنا غير المدينه ديالكم باش نتعرفوا عليكم كذلك والعائله ديالنا تزيد تكبر. السلام عليكم. وداك الراجل كبر مني غيبدا يتعدى عليا، وماشي غيدير لي غير شرفي خويا بادر. شنو اللي تعدى عليا من جميع المناطق اللي يكون يطيحوا الافك في بالك؟ تنغوت والله يا امي ما حلت عليا خويا بدر الباب، والله العلي العظيم ما حنت فيا. اختي تخيلي راه تنعاودها، راه ماشي كيما عاودتها هي، راه تتعاود. والنبره ديال صوتها فيها الدموع خرجت لها على حياتها. خاصكم تعرفوا النهايه، عرفتوا شنو هي النهايه؟ راه النهايه راه هي اللي بزاف. ما عليناش صحابكم، هذه هي القصه. دابا عاد غتبدا قصتنا، دابا عاد غادي نبداو الفيلم ديالنا وحكايتنا. ما عليناش، هي هذيك كملي لها اختي نوريه. سخفت شويه تقول لهم لا نديوها، وتقول لا راه لا ديتيها للطبيب راه يقول لك طاطاطات وطاطاطات. المهم فقت، بقاو معايا فقت. فاش كنخرج تنشوفو بحال خلص امي ولا شي حاجه، جات عندي بدات تسمحي لي بنيتي ورا ما عندناش باش ناكلو ولا ما درنا شكرا ما عندنا ما نديرو، وانا بنتي وراكي عارفه الظروف وراه ماشي حنا الاولين وماشي حنا الاخرين، وهذه هي الدنيا والدنيا يا بنتي راه قاصحه. شي يا بنتي الدنيا راه جمره، راه خاصنا نديرو هكا؟ واش بغيتي يا بنتي نموت انا وياك بالجوع؟ قالك الجنة تحت أقدام الأمهات. وشنو غادير؟ كاينين شي أمهات خاصهم دعلهم بجهنم ليل ونهار، أمهات وآباء اللي تيظلموا ولادهم. فما عليناش، قلت لي أخويا بدر وصل 18 عام، السيدة ولا تتقول لي رانا نخرجوا أنا وياك. قلت لي تخيل أخويا بدر تتقول لي هادير، ماشي أول مرة نسمع هاد القصة، هادير هاد فايتين سامعينها، ولكن هاد السيدة علاش عاودتها؟ يعني أنا بصح أثرات فيا. قالت لها اللي قال لك شكون أنت؟ قول لها راكي صاحبتي. اللي قال لك راك صاحبتي. قالت لي تخيل تنخرجوا أنا وماما مع جوج صحاب مع جوج، مهم تنشوف أنا وماما، تخيل شي مرة تنكونوا بجوجنا فراش واحد. كديك تنعي في راسي اخويا بادر، امي عمرها علمتني نصلي، عمرها قالت لي هادي زوينه وهادي خايبه، عمرها علمتني حلال وحرام. بالعكس امي اللي دمات لي حياتي. قالت لي بقيت سنين على داك الحال، ولكن اخويا بادر سبحان الله ربي تيجعل فينا واحد الحاجه اللي ما ترضاوش على ديك الطريق، تيخلينا ديما واحد واخا ما قراوكش والديك واخا، ولكن ربي تيجعل في قلبك الرحمه. كملي لي نوريه. قلت لي اخويا بدر هي هذيك، شنو غنقرر؟ غادي نمشي من ديك المدينه نهرب من مدينه اخرى،
صافي ما حاملاش، غنخدم في ريستورون وغيلاقيني ربي غير بولاد الناس. واحد مول المحل قال لي شوفي بنتي مرحبا بك جيت خدميتي، يحطوني التاج فوق الراس. خدمت على راسي، انا اصلا كنت زوينه وليت نشري حويجات زوينين، ما بقيتش تمشي في ديك الطريق نهائيا، وما بقيتش نحمل شي حاجه سميتها الرجال، وما بقيتش نهضر مع شي حاجه سميتها الرجال، وما عنديش مع شي حاجه سميتها الصاحب اخويا بدر. صافي اللي تابتي تما تابته بنصوحه، ماشي هذيك غادي نمشي ونعاود نرجعوا، لا انا داك الانسان اللي تابته بنصوحه، لدرجه انا كون ما كانش الخدمه كنت ندير النقاب اخويا بدر. قلت لي غيدوز شي شهورة، واحد كليان ديما تيجي وبين من يسور شوية الحال وبين فيه ولد الناس، تي هي ما يهضر معاه والو، ديما تيحاول يجي حيت الناس اللي عارفين ان مثلا ريستورون كل مرة تيكونوا كل واحد تيكون شاد بلاصة، ديما تيقلب على البلاصة فين تنكون انا باش نجي نسربي، ديما يخلي لي الورقة تما والو، ديما يجي يبغي يجبد معايا الهضره والو، انا عندي سؤال جاوب سواء هو ولا غيره. اها قالت لي ما غايمشي عند صاحبتي، يقول لها شوفي راه والله ما بغيت نتفلى، قولي لصاحبتك بغيتي الا عجبتني بالمعقول ديالها ديما غدا ودخلت لي لخاطري الا بغات نتزوجوا. قالت لي بقات عليا صاحبتي وراه ديري دارك والسيد بين ولد الناس وبين تيبغيك وبين هادي وبين هادي، توكلي على الله الحلال راه ما كاينش اللي كرهو، شحال غتبقي غادي سربايا في هاد الريستورون هادي، واحد النهار غادي تمشي في حالاتك اللهم دارك حسن. قلت لها واخا انا نمشي نتلاقاه ونهضر معاه ولا تفاهمنا اللهم يسر. قلت لي مشيت تلاقيته لقيته ولد الناس اللي عمرها دار غيسولني السؤال اللي مهم، غنقول لها واش فايته وقع لك شي مشكل شي حاجه، تيقول لي واحد الراس نعاود ليه واحد راسي يقول لي بلا ما نشوه صورتي وصورة امي. قلت لها شوف انا كنت مخطوبة وقع لي مشكل مع داك خطيبي وتفارقنا وما باش يتزوج، ولكن راه ما عمر درت شي حاجة، ما عمرني فعلت شي حاجة، سترت راسي وما بغيتش نهضر على امي واخا خايبة وما بغيتش نهضر عليها بالخايب. داك الشيء اللي كان مشيت عند امي قلت لها راه بغيت نتزوج، قالت لي لا وعاد رجعتي وجلسي معايا وعلاش تتزوجي. قلت لها شوفي امي بغيتي مرحبا ما بغيتيش الله يعاون انا غنمشي ندير داري. مشات تزوجات وقصته راه غتبدا هنا. اي على شياطين الانس هي هذيك مسكينه تزوجات، دارت دويرتها، دارت وليدات جوج وليدات، راه مولات القصه راه في اللايف دابا، راه شفت الكومونتير ديالك، نتمنى هي راه ما بغاتكم تعاونوها ماديا، ما بغاتكم تعاونوها في شي حاجه، قالك مجرد يدعيو معاها ينصحوها، ما بغات منكم فلوس، راه ظروفها صعيبه، انتم ما تعرفوا النهايه، تزوجات بواحد لابس عليه ولكن راه النهايه اللي وقعت لها خايبه، وباش عجبتني قلت لي انا ما باغيش نمد يدي لشي واحد، انا بغيت غير الناس هي تنصحني يدعي معايا، مولات راه كاينه في الرشه في لي كومونتير، راه كاينه معانا في لي كومونتير. نتمنى انا ما تبينيهاش باش الناس ما يعرفوك شكون انت. ما عليناش. قلت لها خويا بدر واحد النهار غتعيط لي ماما وانا ما لقيتش الكره وما لقيت هادي وما لقيتش كذا. هضرت مع راجلي قلت له واش عافاك الا عندك شي حاجه؟ قال لي امك مكرساتش ما جيتي تسكن معانا. مرحبا بها حنا عندنا الدار، عندنا الدار كبيره وهادي ومرحبا. قلت له متاكد؟ قال لها اها امك هي امي ومرحبا بها وتاج فوق الراس وعلاش لا؟ كيما انا عندي امي انت راه امك هذيك مرحبا بها. قالت لها امي اجي عيشي معايا ولكن عافاك امي عندك ديري لي شي مشكل مع راجلي. قالت لها صافي واخا. داكشي اللي كان دخلت على الدار قصت للشهر الاول اللي طلباتها مرحبا ولكن اللي فيه الفشي فيز كاع ما تيتحيد منه. واحد النهار راجلها قال لها راجتني ماماك في شكل. قال وقيله راه قالت يمكن يكون ما حس بشي حاجه ولا كذا. قال لها فهمتي ماماك تتبان لي تكون قاسه وبدات تخسر في الهضره واللباس تلبس هذاك الشيء فهمتي فخاضها باينين وهنا تتباين كل شيء باين راه زعما حشومه
حشومة. دازت المدة عاود كل راه جاو شي ناس قالوا لي شي هضره، راه امك كانت توقف مع شي واحد، راه تمشي مع شي واحد، فلانه داك ماشي بالصح. انا راه ما باغاش ندخل هذا الشيء لراسي، ولا اني راه هذا الشيء اللي تدير امك راه ما نعرف. قلت له لا امي هذيك، قلت له ما قدرتش نقول نحرج امي، وما ما قدرتش نجري عليها، ما قدرت والو. غيجي واحد الخدمه في مدينه اخرى يقول لها يلا معايا ونمشيو انا وياك، غتخلي الولاد معاها مع امها، غتمشي غير هي وهي. قالت لي مع ديك جوايه ديال الوحده ديال اللي غيصوني لها التليفون، حنا مسافرين في الاوتيل، ترد 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 تنسمع غير ديك ويلي حلف بالله، قول والله تسمعو تيهضر في التليفون تيقول غير قول والله. الا صاحبي حلف بالله، واخا انا جاي انا جاي، غادي يقول لي نوضي لبسي حوايجك. قلت له علاش وكذا، قال لي نوضي بدات ينهض فيا. قلت واقيلا شي واحد عيط ليه تما في المدينه، قال له نوضي جمع حوايجك، جمع الحوايج غادي في الطريق، ما تيبغيش يهضر معايا. مالك كيما شي حاجه تيقول عافاك سكتيني، ما تهضري معايا ما نهضر معاك، سكتيني عافاك. غادي نوصلو كيحط الطوموبيل بعيده على الدار، يا واحد باش نهبطو حوايجنا ونهبطو مسائلنا علاش مخلي. قال لها سكتي. قالت لها غادي تزيدي وبلا ما ديري الحس. قلت واقيلا شي حاجه صافي، بديت نفهم، تنحاول ندير تيبقى يقول لي سكتي ما تهضريش ما ديريش. غيحل الباب بشويه غيمشي غيدخل لقى ماما مع راجل اخر، بدا تيقول لها اختي واش تفنى موسيتي داري وجايب الراجل لداري وشنو، غينوض هذاك خينا غيضرب راجلها، ومن الفوق غيضرب ليها راجلها. راه المهم اختي انا تنعاود هاد القصه هادي، انا عارف كتكون مأثره دابا، المهم تنعاودها كيما عاودتيها لي، وتنتمنى الناس يدعيو معاك اللي كاينين تيتفرجوا، ونتمنى كل واحد يخلي لها كومنتر راه معنا دابا. قالت لي ضرب ليا راجلي داك دا، نعيط لهم للبوليس، انا عيط تنرغبو تنبوس لي يدي، عافاك 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 الله يرحم الوالدين، عافاك السرها الله يرحم الوالدين. تيقول لها شوفي وانتي خرجتي وجايبه لي امك هنا، وانا حياتي كامله وانا محترمين، تجي هادي شوفوا الجيران كلشي هما اللي عيطوا لي قالوا لي راه مرتك راه مدخله للرجال، وفوق ما نكونوش دخلنا للرجال، اش هاد الحاله، صافي تجمع حوايجها تمشي بحال هكا عليا وبكذا. مش عندها بدا تيعاير فيها، يا الموسخه يا الفاعله، قال لها داك خينا سير بحالك، بدا تيتشد وموراها صافي ما بغا يديكلاري لا والو. بدا على امي الصراحه بدا تيعايرها بالكلام الساقط، امي ما رضعتش، شنو غتقول؟ وما هذيك اللي تزوجتي بها اصلا عارف ماضيها وكذا، يقول لها كيفاش؟ يقول لها هذيك اصلا ما كاينش شي واحد اللي في المدينه الفلان فلان فلانيه ما دارتش وما فعلاتش وما تركاتش وما دايراش. تنقول لها امي سكتي، تتقول لي ها جي تعايرني انا، سير شوفها هي شنو دايره. يقول لي اجي امشي عندو نهضرها بصح، خفت ماما تكون عندها شي تصاور ولا شي حاجه وتشواني، اللهم نقول لك تعافاك انا نحاول نهضر معاك كذا والو. السيد بابا في عيني شنو، والله الا ماما اللي دارت لي وماما اللي فعلت لي وماما اللي تركت لي، غيشدني غيقتلني عسى، يقول لي كذبتي عليا فعلتي ليا، يخرجني مع الباب انا وامي. بديت خارجه تنغوت تنقول امي ضيعتي لي حياتي وضيعتي لي مستقبلي وضيعتي لي ولادي، غيطلقني اخويا بادر، وغادي نرجع سرباهي دابا في القهوه. ولات القصه كاينه في اللايف، اللي بغا يعاونها. انا واخا زعما ما قالتليش، قالت لي راه ما بغيتش شي واحد يعاونني ماديا ولا حتى شي حاجه، مي تنتمنى اللي بغى يعاونها، هي حاليا كاينه في كازا، اللي بغى يعاونها يتواصل معايا في لاباج فيسبوك، انا نعطيكم الرقم ديالها. وهي صراحه ما بغاش اللي يعاونها، ولكن انا قلتها وهي مجرد طلبات منكم انكم تخليو لها غير شي دعوات ولا تنصحوها. هذه القصة ديال نوريا، فعلى بركة